مساء الخير على كل متابعينا. النهاردة برنامج بيزنس هيفتح ملف مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، وكمان هنتطرق لموضوعات بتهم المزارعين وخطة استصلاح الأراضي، وهنتكلم كمان عن جهود الحكومة في تشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. ودلوقتي عندنا خبر بيهم كل المزارعين، وهو أن البنك الزراعي المصري أعلن عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل بيصل إلى 10,000 جنيه، وذلك تحت شعار علمهم وإحنا في ظهرك، وبيهدف القرض لمساعدتهم في تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد. وبيتيح القرض مصروفات التعليم وتمويل المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، وبيتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان من خلال بطاقة الحيازة الخاصة بالمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10,000 جنيه، تبلغ مدة التمويل حوالي 12 شهر، وبيتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، بحيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، وده للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض. ومن ناحية أخرى، أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، وده علشان يستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وكمان في إطار حرص البنك على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وكمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما أعلن البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد في إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 ل 15 سبتمبر الحالي برعاية البنك المركزي المصري، وهذا بيعد تأكيدا على دعم تقدير البنك المستمر للفلاح المصري، والذي بدوره بيسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ويشكل قاطرة نمو للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية مجانا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات ميزة الخصم المباشر مجانا، وإصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانا، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجانا ودون حد أدنى لفتح الحساب. ودلوقتي خلونا نروح نشوف تقرير عن الحفل اللي أقامته شركة تميز لإطلاق أحدث مشاريعها مول ذا لارك في قلب التجمع الخامس، وده كان بحضور العديد من نجوم الفن والمجتمع، كما حضر الحفل العديد من رجال الأعمال والفن والمجتمع فيما قام بإحياء الحفل الفنان محمد حمائي. ونظم الحفل واحدة من أكبر شركات التنظيم في الوطن العربي، وهي شركة سترايك ميديا. نروح نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع نكمل باقي فقراتنا. والمشروع احنا بادئين فيه من حوالي 4 شهور 5 شهور. الارض الحمد لله اترست علينا، احنا متعودين على طول ان شاء الله من فتره ما نزلنا السوق العقاري من 2017 دخلنا العاصمه الاداريه، وده مشروعنا الرابع اللي دخلنا بيه القاهره الجديده ذا لارك، ومتوقع ان شاء الله باذن الله في الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله المرحله هتبقى موجوده في القاهره الجديده كتير ان شاء الله. بشكر شركه سترايك ميديا على التنظيم الاكثر من رائع. النهارده كان الحفل بخصوص الإعلان عن مشروع شركة تميز الرابع، هو مشروع في القاهرة الجديدة في السنتر في القاهرة الجديدة، تجاري وإداري وطبي، استثماراته تخطت 1,200,000,000، بيخدم شريحة كبيرة جدا من السكان، لأنه هو مبني هيتبنى في منطقة
كثافة سكانية عالية. أول ما بنبدأ في مشروع عجلة أو الدايرة اللي هي منتجة للمشروعات بتبدأ ندرس المشروعات المطروحة، وقريب بإذن الله هننزل بمشروع سكني كبير في الساحل الشمالي. إحنا دي مش أول تجربة نجاح لينا مع تميز، إحنا دي رابع تجربة معاهم. كان البداية معاهم في مشروع إيفوري بلازا، وبعد كده فايف بيزنس هاب، وبعد كده مدار بيزنس كومبليكس، والنهارده طبعا احنا متواجدين معاهم في البروجكت الجديد بتاعهم الواعد الناجح، هو بتاع لارك مول. شركه تميز التحضيرات بقالها شهور للمشروع ده ما بخلتش عليه بصراحه، وانا شايف ان هم بيحققوا رؤيه جديده زي ما قالوا وشفنا جوه ان هم بيعملوا اب سكيلنج لكل حاجه. ففعلا المشروع ده ليه تحضيرات قويه جدا، ونتمنى لهم التوفيق فيه. يعني نبتدي نعمل ماركت ريسيرش بالنسبه للاسعار، وبالنسبه للمنافسين، وبالنسبه للماركت نفسه عامل ازاي، او المشروع الموجود ده ايه اللي حواليه، ازاي نطور جوه الشركه وان هي تبقى مستعده لاي فرصه زي مشروع النهارده ذا لارك. الريسيرش ده كان بدايه ان احنا المشروع موجود في منطقه المستثمرين الجنوبيه. والله الحمد لله احنا بدانا من حوالي اسبوعين تقريبا في التحضيرات الفعليه، احنا بقالنا اكتر من شهر بنتكلم عن الايفنت السيم بتاعه. طبعا احنا بيبقى في تنسيق مع شركه تميز وشركه اتقان، بنقول بقى بناخد الديزاينات بتاعه المشروع، بنقدر نستلهم منها السيم اللي احنا عاملينه في الديكورات بتاعه الحفل. جزء من الموضوع برضو بيبقى اختيار الفنان اللي بيبقى مناسب للحفل وطبيعه الحفل والناس اللي حاضره. كان معانا النهارده محمد حمائي، طبعا اضافه كبيره، يعني فنان نجم كبير جدا. والحمد لله يعني احنا تميز يعني دايما الحمد لله مع بعض. ده رابع حفل نعمله لهم، بقالنا دلوقتي اكتر من 4 سنين تقريبا شغالين مع بعض. والله الحقيقه التحضيرات بدات يمكن من حوالي اسبوعين او اكتر، لان الايفنت كبير واللي حضره عدد كبير من المهتمين يعني بالقطاع العقاري. والحقيقه يعني موقع المشروع الجديد بتاع شركه تميز اللي هو ذا لارك مول، موقع المشروع موقع عظيم جدا في قلب التجمع الخامس. المره دي زي ما انتم شايفين الثيم مختلف خالص، يعني المول الديزاين بتاعه شبابي قوي، وفرض علينا ان احنا نعمل فكره مختلفه. فزي ما انتم شايفين الديزاينز كلها الوان مبهجه شبابيه، يعني اماكن كلها او الوان كلها بتدلنا ايحاء شبابي وحيوي يناسب روح المول. ورجعنا لكم تاني، وهنستعرض دلوقتي جهود الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة في زيادة حجم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين والمصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. معنا من خلال التليفون الأستاذ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يحيى. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يحيى. عاوزين نعرف من حضرتك في البداية إيه هي الأسواق المستهدفة بالصادرات وليه؟ يعني طبعا احنا كوزارة وكجهاز تمثيل تجاري عندنا خطة للتحرك على الساحة الدولية، لانه طبعا مؤخرا حصل اضطرابات شديدة في سلاسل الامداد، ودي على قد ما هي عملت اضطرابات لكن ساهمت برضو في فتح افق جديد للنفاذ للاسواق العالمية الحقيقة. وطبعا دول كتير زي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بتسعى لتأمين وارداتها من مصادر، في ضوء الاضطرابات اللي حصلت في سلاسل الانتاج بتسعى لتأمين وارداتها من مصادر بديلة، نير شورينج وفريند شورينج، اللي هي بيبقى يعني الاتحاد الاوروبي بيدور على المصادر البديلة القريبة منه، وكان على رأسها مصر الحقيقة. فاحنا شفنا التحديات دي اللي بتواجه الصادرات المصرية في الاسواق، وحددنا اهم الاسواق المستهدفة. يعني لو احنا بنتكلم على الاسواق التصديريه طبعا التقليديه عندنا الدول العربيه والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، وطبعا عندنا بعض الدول الافريقيه، وعندنا طبعا الدول العربيه بتستحوذ على 30% من اجمالي الصادرات، الاتحاد الاوروبي 28% يليه الولايات المتحده، افريقيا بتستحوذ على 6%، وفي تجمعات اخرى بتستحوذ على الباقي. الأسواق الجديدة بقى أو البديلة اللي احنا بنتحرك فيها هي مجموعة من الأسواق بنستهدف ان احنا ننشر فيها الصادرات المصرية. الأسواق الجديدة دي ليها اشتراطات طبعا صعبة، بندرس هذه الاشتراطات وبنوفرها ليه. زي ايه حضرتك؟ احنا عندنا مثلا الأسواق الجديدة طبعا بعض الدول الأفريقية الجديدة، دول أسيوية زي فيتنام
وتايلاند والفلبين، دول وسط اسيا، دول امريكا اللاتينيه اللي هم احنا داخلين معاهم في اتفاقيه مع اورجواي وباراغواي والبرازيل والارجنتين، اتفاقيه المركسور، ودي اتفاقيه تجاره حره بيننا وبين هذه الدول. فدي كلها اسواق جديده احنا داخلين فيها. بنشوف طبعا في منها بعض المعوقات اللوجستيه اللي هي بعد المسافه، تكلفه الشحن وغيرها، لكن النهارده بنحاول قدر المستطاع نشوف ايه هي السلع اللي ممكن تنفذ لهذه الاسواق. والحقيقه السوق البرازيلي على سبيل المثال يعني زادت صادراتنا فيه خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا بسبب ان احنا ركزنا على البرازيل. برضو الارجنتين ابتدت صادراتنا تنفذ ليها، الفلبين صادرات المصريه ابتدت تنفذ ليها، كل دي اسواق جديده طبعا فيها حجم منافسه كبير جدا، واذواق المستهلكين هناك مختلفه عن اذواق المستهلكين في مصر. مواصفات والمعايير اللي بتفرضها كل دوله بندرسها وبنوفرها للمصدرين بتوعنا، فده اللي احنا بنحاول نتغلب عليه خلال الفترة الجاية عشان ننفذ بهذه الصادرات إلى هذه الأسواق الجديدة. طبعا أسواق البريكس هي أسواق معتادة، احنا طبعا هننضم لتجمع البريكس اعتبارا من يناير 24، تجمع البريكس اللي هي الدول المعتادة اللي بنتعامل معاها سواء روسيا أو الصين أو الهند أو جنوب أفريقيا أو البرازيل يعني، لكن احنا كمان بننفذ، بنحاول ننفذ لهذه الأسواق بكميات أكبر وبسلع أكتر في إطار انضمامنا لمجموعة البريكس. حضرتك شايف أن إزاي ممكن نستفيد من الانضمام للبريكس في زيادة صادراتنا؟ طبعا الاستفادة من البريكس، إحنا النهاردة لما هنخش هذا التجمع، وهذا التجمع بيركز أكتر في التعامل الداخلي بين أعضائه قبل ما يفكر في التعامل مع دول خارجية. فإحنا النهاردة لو إحنا انضمينا ان شاء الله في يناير، او يعني هننضم في يناير 24، انا متوقع انه ان شاء الله صادراتنا لجنوب افريقيا مثلا هتبقى في زيادة، صادراتنا للبرازيل هتزيد بنسبة كبيرة، صادراتنا لسوق الهند يعني احنا حاليا بنصدر لسوق الهند كمية كبيرة فوق الـ2 مليار دولار، لكن متوقع ان احنا نزيد بنسبة كبيرة بعد الانضمام، وخاصة في اطار ان احنا بندرس حاليا مع هذه الدول التعامل بالعملات المحلية الحرة. يعني النهاردة لما هحاول أتعامل مع الهند روبية قصاد جنيه، أتعامل مع روسيا روبل قصاد جنيه، وهكذا عشان أخفف الضغط بتاعي على الدولار الأمريكي. فطبعا كل ما هنندمج أكتر مع هذه الأسواق ونستخدم العملات المحلية، ده هييسر من عملية التبادل التجاري مع هذه الأسواق، وبالتالي هنقدر ننفذ بكميات أكبر ونوعيات من المنتجات ما كانتش بتنفذ قبل كده. فيعني نتوقع طفرة كبيرة في الزيادة من الصادرات المصرية مع دول البريكس اعتبارا من العام المقبل إن شاء الله. أستاذ يحيى، إيه هي الحوافز اللي بيتم تقديمها للمستثمرين في نشاط الصناعة لتشجيع التصدير؟ الحقيقة الحوافز اللي بتقدم لنشاط الصناعة يعني هي حوافز كبيرة جدا ومتعددة. وطبعا حضرتك شفتي انه انشئ مؤخرا المجلس الاعلى للاستثمار، وانشئ مؤخرا المجلس الاعلى للتصدير، والمجلسين برئاسة فخامة السيد الرئيس. ما قام به المجلس الاعلى للاستثمار من فتح وتعديل لعدد كبير من التشريعات اللي هتتم إن شاء الله خلال الفترة المقبلة عند عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر، متوقع أنه هيتم تعديل في قانون الاستثمار، توفير الأراضي هيبقى أسهل، توفير حزم التشجيعية من الحوافز المختلفة هتبقى أسهل. وطبعا أعلن مؤخرا، يعني تم الإعلان مؤخرا كمان، أنه فخامة الرئيس وجه بعدد من الإجراءات على رأسها أنه هيبقى لعدد من القطاعات الصناعية وعدد من المشروعات الصناعية في عدد من القطاعات المهمة للدولة دي هتاخد إعفاء ضريبي 5 سنوات، وربما يجدد ل5 سنوات آخرين. فطبعا دي يعني نقلة كبيرة جدا 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 في النقاط اللي بنستخدمها في جذب الاستثمار الأجنبي. يعني حكاية إن أنا النهاردة
بوفر الأرض للمستثمر وبوفر له المرافق تمام، وادي له كمان 5 سنوات يعني إعفاء ضريبي ربما يزيد يجدده ل5 سنوات آخرين، طبعا ده هيفرق كتير جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية من بره. طبعا طبعا أستاذ يحيى شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي هنناقش كمان إجراءات الدولة متمثلة في وزارة الزراعة في توسيع الرقعة الزراعية وتنمية سيناء وتوزيع العقود المؤمنة على المنتفعين بالأراضي الزراعية في أرض الفيروز. هيكلمنا عن الموضوع ده من خلال التليفون الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم يا فندم. دكتور محمد، عاوزين نعرف من حضرتك ايه هي اخر تطورات مشروع توشكا والتوسع في زراعة القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نحب نوضح او نلقي الضوء على اللي قامت به الدولة المصرية في خلال فترة من 10 سنوات 2014 الى الان، بنعمل على زيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة حاليا واستنباط الاصناف عالية الجودة وتطوير نظام الري الري الحديث. كل هذه الأشياء تمثلت في زيادة الرقعة الزراعية بعد التوسع الأفقي وصلت إلى حوالي 4 مليون فدان موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بدءا من مشروع توشكا الخير ومشروع دلتا ومشروع الوادي الجديد ولوينات ومشروع سينا. كل هذه المشاريع مكتملة إن شاء الله تقدم خدمة بحوالي 4 مليون فدان. في الأمس القريب كنا في احتفالية توزيع العقود المؤمنة على أهلينا في سينا. أولا سينا طبعا ديت احنا عارفين أرض غالية علينا كلنا، تعتبر بوابة مصر الشرقية وفيها العديد من مقومات التنمية الزراعية. المقاومة التنمية الزراعية ما قامت به الدولة المصرية للآن هو إنشاء شبكة لوجستية لجذب الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي من خلال مجموعة الأمثال اللي تمت، من خلال الطرق اللي تمت، من خلال توفير مصدر ري عن طريق أكبر محطة معالجة مية الصرف الزراعي اللي هي محطة معالجة بحر بقر حوالي 5.10 مليون متر مكعب في اليوم، إضافة إلى محطة المحسمة حوالي 1.2 مليون متر مكعب في اليوم. كل هذه المقومات بالإضافة إلى المطارات الموجودة والمواني الموجودة في المنطقة، كل هذه المقومات أدت إلى استغلال المساحات الموجودة فيها. بالتالي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للتعمير قامت بدراسة التوسع الأفقي في المنطقة دي للوصول إلى أنسب الأراضي الصالحة للزراعة، توصلت إلى حوالي 500,000 فدان فالحين للزراعة إن شاء الله. متوقع زراعتهم في 24 بمحاصيل مختلفة وأمام محاصيل القمح والذرة الشمال والذرة الصفراء إن شاء الله. دكتور محمد، عاوزين نعرف من حضرتك إيه بالضبط دور الهيئة في ملف توسيع الرقعة الزراعية خلال الفترة الماضية؟ دور الهيئة اللي هي مختصة بالتنمية وإنشاء المشاريع على مستوى الجمهورية ومن أهمها المشاريع الموجودة في سيناء. احنا عندنا حوالي 220,000 فدان مشاريع الهيئة العامة للتعمير وفي مناطق طبعا جبل العبد وسهل سينا وجريم أنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس. هذه المشاريع حاليا بتزرع وبتنتج محاصيل متنوعة وأشجار فاكهة وأشجار ومحاصيل خضر، ودي اللي تم فيها توزيع العقود لأول مرة منذ عام 1990. العقود دي عقود مؤمنة، هي عبارة عن وثيقة بين المواطن المصري السيناوي وبين الدولة المصرية اللي من خلالها بيحصل المواطن السيناوي على جميع مميزات أو جميع خدمات اللي بتقدمها الدولة المصرية، كمثال إنشاء أو إعطائه حاجة اسمها كارت الفلاح. كارت الفلاح ده عبارة عن كارت إي تي إم عن طريق بيتم توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتهاوي عالية الإنتاجية وخدمات بيطرية وخدمات زراعية. من خلال عقد المؤمن ده بيستطيع المزارع اللي هو الحصول على قروض من البنوك الزراعيه وخاصه من البنك الزراعي المصري. من خلال العقد المؤمن ده بيستطيع المواطن السيناوي اللي هو العبور والدخول الى ارضه بايسر الطرق وادخال مستلزمات الانتاج وادخال العباده. من خلال العقد المؤمن ده بيستطيع المواطن السيناوي تسويق منتجاته الزراعيه بعد الحصاد
في صورة كيانات تكوين كيانات متجمعة بتقوم بتسويق المحصولات المحاصيل الزراعية. من خلال عدد دوت ممكن يعملوا جمعيات زراعية متنوعة تستفيد منها في كل الخدمات اللي بتخدم الأرض الزراعية. عاوز أقول إن الهيئة العامة للتعمير بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية وبالاشتراك مع الجامعات المصرية بتقوم بحصر وتصنيف التربة على مستوى الجمهورية وخاصة في سيناء. هذه الدراسة بتقعد يعني بتاخد وقت كبير جدا، ممكن نقول سنين، عشان أحول أرض صفراء إلى أرض زراعية بيستخدم وقت كبير جدا، منها عبارة عن حصر استكشافي، بعدين حصر التربة عبارة عن قطعات للتربة وأخذ عينات من التربة وأقمار صناعية وتحليل التربة وتحديد مدى نسبة الأملاح في التربة والعناصر الغذائية الناقصة اللي هي غير موجودة في التربة وزيادتها ونقصها وتحليل وتصنيف التربة من حيث زكاة قلوية ولا أرض رملية ولا أرض سدية. كل هذه المواضيع بيقوم بها مجموعة من الباحثين والمهندسين والفنيين في كل من الهيئة العامة للتعمير والجهات المشاركة. للنهاية عشان نحصل في النهاية على أرض صاحب زراعة، هذا الموضوع الفدان بيكلف الدولة المصرية من حوالي 600-350 ألف جنيه مصري عشان نفتح فدان واحد بس في الصحراء. فدي رقم كبير جدا بالنسبة للتكلفة اللي بتحملها الدولة المصرية عشان نقوم بإصلاح فدان واحد. عشان كده احنا بنناشد كل الاخواننا اللي في الدلتا حافظوا على الارض الزراعيه الموجوده، انها بتكلف الدوله كميات كبيره جدا، يعني كميات نقديه عاليه جدا. احنا في امس الحاجه ليه. حاجه ثانيه ان زياده الرقعه الزراعيه دي بتزود الغله من انتاجيه بالنسبه للقمح، وبالتالي بنقلل فاتوره الاستيراد، وبالتالي بنزود حصيله او المحفظه المصريه بالنسبه للقمح. لها ان شاء الله نستطيع ان احنا نوصل الى نسبه عاليه جدا من الزيت في القمح والذره الصفراء لو احنا اتبعنا التعليمات واتبعنا الدوره الزراعيه واتبعنا الزراعه التعقديه اللي بتقوم بها وزاره الزراعه. دكتور محمد، عاوز اعرف من حضرتك الهدف بالظبط من ابرام العقود المؤمنه للمزارعين في سيناء. حضرتك زي ما قلت قبل كده ان الارض كانت موجوده بدون رابط بين المواطن وبين الدوله. الارض المواطن كان بيزرع الارض وما كانش معاه وثيقه لا عايز يدور على حق ملكيه الارض نفسه. أصبح الأرض دي ملك فلان ويورثها لأولاده وأحفاده عن طريق العقد ده. بدون هذا العقد ليس له وجود على الأرض. فالعقد ده عبارة عن وثيقة بين المواطن وبين الدولة المصرية. هذه وثيقة مسجلة ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراق هذا العقد. لأنه في مجموعة أوبشن موجود، في مجموعة عناصر في العقد نفسها لا يمكن اختراقها. العقد ده هو وسيلة للحصول على كل ما مميزات الدولة المصرية بالنسبة للخدمات اللي بتقدمها. الدولة بتقدم خدمات للمزارع، ما استطاعش المواطن بدون هذا العقد يحصل على هذه المميزات والخدمات. دكتور محمد، حضرتك شايف ازاي تأثير مشروع الدلتا الجديدة على ملف التنمية الاقتصادية؟ أنا عاوز أقول لك إن مشروع الدلتا الجديدة اللي هو حوالي 2.2 مليون فدان، مرحلة أولى و1 مليون فدان إن شاء الله، يقع في منطقة يعني متميزة جدا. الدلتا الجديده دي بتمثل من ساعه 5 محافظات. لما نيجي نبص لموقع الدلتا عليه عندك بيتوسط يعني مجموعه مطارات زي مطار القاهره ومطار الشنكس ومطار برج عرب. الحاجه الثانيه الطرق اللوجستيه، كلها دلوقتي بسم الله ما شاء الله متوفره في المنطقه دي. الحاجه الثالثه مصدر الميه اللي بيتم استعماله عن طريق اكبر محطه صرف تحويل او الاستفاده من الصرف الزراعي اللي هو محطه مصرف الحمام، دي حوالي 5.6 مليون مكعب ميه. دي بتروي ان شاء الله جاي لا يقل عن 500 او 600 الف فدان في المنطقه دي. لما تضاف الى بتضاف حاليا رقعه زراعيه منها حوالي 850 الف فدان قمح الموسم اللي فات ده، الموسم الشتوي اللي فات، واتوقع ان شاء الله الموسم ده حوالي 500 الف. لو ضربنا 500 الف في 3 سنين يعني حوالي 1.5 مليون طن قمح. ده المليون ونص طن قمح ده لما نضيفه الى الانتاجيه بتاعه الدلتا هتلاقي عندك انت قللت الفجوه بين الاستيراد اللي بيتم من الدول الغربيه بالنسبه للقمح، وبالتالي بنقلل فاتوره الاستيراد، وبالتالي بنقلل الاعتماد على الجانب الخارجي وتوفير عمله صعبه لاستغلالها في اماكن اخرى او في اماكن اخرى في الدول العظمى. فده المشروع الدلتا دوت هيضيف مساحات كبيره جدا ان شاء الله بحلول 24-25 ممكن يكون عندنا يعني المرحله الاولى انتهت اللي هي 1.2 مليون فدان في المرحله ديت ان شاء الله هيضافوا رقعه زراعيه.
بإذن الله. دكتور محمد، عاوز أعرف من حضرتك إيه هي بالضبط جهود وزارة الزراعة في تسهيل إجراءات عقود المزارعين في المناطق المستصلحة؟ وزارة الزراعة طبعا بأمن تسهيلات كبيرة جدا. أول حاجة العقد المؤمن ده بيتم طباعته في مجمع الوثائق المؤمنة على حساب الدولة المصرية. بيتم توقيع العميل او المواطن نفسه عن طريق اللجان المتمثله في اماكن التمركزات اللي موجوده في اماكن المشروعات زي ساحه سينا، جنوب القنطره، السويس. يعني بنبعت لجان من وزاره الزراعه بنمضي الناس هناك في المنطقه دي، بنيسر عليهم، بنقلل تكاليف النقل نقلهم من الاماكن دي الى القاهره. اصبحت اللجان نفسها تطلع من القاهره توصل للاماكن دي. الحاجه الثانيه ان العائد دوت زي ما قلت قبل كده، وزاره الزراعه بتديله التوفير او بتديله موافقه اللي هو ياخد الاسمده المدعمه عن طريق هذا العقد. بدون هذا العقد مش هيحصل على الاسمده المدعمه. بدون هذا العقد مش هيحصل على الميزه النسبيه في تقاوي، تقاوي برضك تبقى مدعمه بياخدها عن طريق العقد ده. الخدمات البيطريه برضك اللي هي تحطيم المنتج الحيواني اللي عنده سواء كان مواشي او سواء كان ابقار او اغنام، ده بيتم عن طريق القوافل البيطريه برضك مش هيستفيد بها الا عن طريق هذا العقد. عشان يحصل على شتلات زيتون او ما شابه ذلك مش هيحصل عليها برضك الا عن طريق العقد. في وزاره الزراعه بتقدم حزمه من الحوافز للمواطن عن طريق هذا العقد. دكتور محمد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودلوقتي خلونا نروح نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل باقي فقراتنا. ورجعنا لكم تاني وهنناقش دلوقتي ملف بيشغل شركات التأمين وكل القطاع الخاص اللي بيعمل في هذا النشاط، وهو نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، وهو دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل. هيكلمنا عن ده الدكتور عامر سيد نائب العضو المنتدب للتأمين الطبي بشركة ثروة للتأمين. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عامر. أهلا بيك يا فندم وبمشاهدينك. اهلا بحضرتك دكتور عامر. دلوقتي عاوزين نعرف من حضرتك بالظبط ايه هو دور القطاع الخاص في منظومه التامين الصحي الشامل. الحقيقه دور القطاع الخاص في منظومه التامين الصحي الشامل لازم يبقى تحت مظله الاهداف بتاعه المنظومه نفسها. الحكومه بتسعى لايه؟ ايه اهدافها؟ اهدافها ان هي توصل التامين الصحي الشامل لمعظم فئات الشعب او لكل فئات الشعب بشكل متعادل ومتكافئ، تحسين جودة الخدمة، وفي نفس الوقت لازم ارفع العبء عن كاهل الفقراء والمحتاجين. تمام؟ يبقى احنا شركات التأمين وشركات ادارة الخدمة والقطاع الخاص الصحي يقدر يقدم ايه؟ بما لدينا من خبرة وكوادر لها وقت طويل بتشتغل في الموضوع دوت، نقدر ان احنا نوفر منتجات جديدة تكون متكاملة مع منظومة التأمين الصحي، نقدر نوفر قاعدة عريضة جدا أفقية ومتعددة في مقدمي الخدمة من حيث درجة الخدمة والتخصصات وخلافه، ودي بتشمل المستشفيات والصيدليات والمراكز المتخصصة. نقدر كمان نعمل متابعة جيدة ولصيقة للمطالبات الطبية، ونقدر نحكم عليها بشكل مميكن، لأن معظم شركات التأمين وشركات إدارة الخدمة عندها البنية التحتية اللازمة عشان تبتدي حاجة زي كده. نقدر نتابع أحقية المؤمن عليهم في الخدمة نفسها ومتابعة التكاليف الطبية أو النفقات الطبية لهذه الخدمة. شركات التأمين وشركات إدارة الخدمة عندها قاعدة عريضة من المؤمن عليهم، فبتقدر تاخد تخفيضات من مقدم الخدمة المستشفيات وخلافه. التخفيضات دي بيستفيد بيها المؤمن عليه نفسه، وفي نفس الوقت بتنعكس على النفقات العامة اللي الحكومة ممكن تتحملها نتيجة التأمين الشامل. هل ده يا دكتور معناه ان القطاع الخاص بيعتبر مكمل وليس منافس للتأمين؟ الحقيقة يا فندم في حالتنا الراهنة
القطاع الخاص لابد أن يوظف في دور تكميلي للتأمين الحكومي. ليه بنقول دور تكميلي للتأمين الحكومي؟ لأنه النمو السكاني المضطرد بيمثل تحدي رهيب جدا لأي حكومة وبالذات في مصرنا يعني. فالقطاع الخاص موجود بالكوادر بتاعته وبمرافق متعددة لكنها مش تحت التوظيف لهذا المشروع القومي، فلابد انه القطاع الخاص ياخد دور مكمل تنظمه الحكومة بحيث يستفيد جميع الأطراف ولا يكون منافس. بعض الدول اللي هي لا تشبهنا القطاع الخاص بينتج منتجات على التوازي مع التأمين الحكومي ويمكن بيستهدف شريحة معينة من المستفيدين، وهنا ما بيبقالوش دور تكميلي، بالعكس بيكون منافس للدور التأمين الحكومي. واعتقد كمان لو يعني تم التطبيق ده، التعاون ما بين شركات التي بي اي والتأمين الصحي، يعني في طبقات هتستفيد اكتر. يعني حضرتك ممكن التأمين الصحي ما بيقدرش يوفر مثلا درجة مميزة لطبقات معينة، يمكن برضو هو بياخد برضو حق ناس تانية في التأمين الصحي، ممكن يكون زي ما حضرتك قلت ان في طبقات ممكن تكون فقيرة او يعني محدودة ممكن تستفيد اكتر من انه الطبقة الاكبر منه دي تاخد يعني شريحة تانية. الوضع الحالي بيقول ان الحكومة مهمومة بحوالي 60 مليون مستفيد تحت مظلة التأمين الصحي. 60 مليون مستفيد دول ما بياخدوش الخدمة بشكل متكافئ، لأن التوزيع الجغرافي للمرافق الطبية الحكومية لن يخدم جميع المشتركين بشكل متساوي. الجزئية الثانية، 60 مليون دول في الوقت الراهن جزء كبير جدا منهم بيستفيد من القطاع الخاص، التأمين القطاع الخاص بس على التوازي مع الحكومة، وبيعزف عن التأمين الحكومي أو الاستفادة من التأمين الحكومي. في مرحلة التكامل الحكومة هتقدر إن هي تجمع المزيد من الاشتراكات وفي نفس الوقت بأسعار خدمة بإذن الله هتكون مخفضة نتيجة التخفيضات اللي بتاخدها شركات التأمين وشركات التي بي اي من مقدم الخدمة. مقدم الخدمة لازم يندرجوا ويتكاملوا مع المشروع القومي الجميل ده، لأنه شفنا في الأونة الأخيرة أن بعض مقدم الخدمة بيرفعوا أسعار الخدمة بشكل مطرد، وده بيهدم الهدف من هذا المشروع. أنا لما بقدم خدمات مقننة ومحددة بتكلفة أقل الحكومة هنا بتقدر توفر موارد أخرى للاهتمام بالمحتاجين أو بقية الشعب المصري اللي هو ملوش مكان تحت مظلة الطبقة الأولى بالرعاية دي. دكتور عامر، عاوز أعرف من حضرتك الفرق بين دور كل من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية التي بي اي في منظومة التأمين الصحي الشامل. تمام يا فندم. شركات التي بي اي اللي هي الثيرد بارتي ادمنستريتور او شركه اداره الخدمه الطرف الثالث، الشركات دي ايه اللي بيؤهلها لخدمه شركات التامين؟ القاعده العريضه من المرافق الطبيه، الشبكه الطبيه اللي هم متعاقدين معها. يبقى هنا شركه التامين بتبقى مسؤوله عن اصدار الوثائق والمنتجات، سداد التعويضات أو تخطيط المنافع العلاجية مقابل أقساط محددة طبقا للمنافع اللي هي بتغطيها. بعد كده بيجي دور التي بي اي أو شركات إدارة الخدمة. شركات إدارة الخدمة هنا مسؤوليتها إن هي بتسهل رحلة المستفيد من بداية ما يقول أنا عايز الخدمة لحد ما يتلقاها، بالإضافة لأن عندهم الأنظمة التكنولوجية القوية اللي هي بتسجل كل البيانات بتاعت التعويضات وكل المستفيدين، بحيث أنه يمكن اللجوء إليها بعد كده في مزيد من الدراسات الاكتوارية علشان تحديد أسعار كل خدمة على حدة.
طبعا عندنا جزء من الكيانات التي تعمل في التنظيم في التأمين الطبي اللي هي الهيلث مينتننس اورجانيزيشن الـ HMO. الهيلث مينتننس اورجانيزيشن something between، يعني كيان ما بين شركة تأمين أو TPA، هو أقل شوية من TPA، واخد بال حضرتك؟ يمكن الشبكة الطبية بتاعته أقل، ما بيعتمدش على التكنولوجيا القوية. شركات إدارة الخدمة دلوقتي بتؤهل، وده طبقا للتجربة اللي احنا عاملينها في شركة ثروة. احنا وصلنا دلوقتي في تيسير رحلة المستفيد انه بتطلع له موافقة almost لحظية. ليه؟ شركة التي بي اللي احنا متعاقدين معاها، انا بديها البرودكت بتاعي وجدول المنافع بتاع حضرتك على سبيل المثال، ده بيتم بناؤه على السيستم وبيشتغل طول فترة الوثيقة بشكل اوتوماتيك. من ساعة ما حضرتك تقولي انا عايز الخدمة الفلانية، الخدمة دي مكودة طبيا بنظام اسمه الترميز الطبي او الـ ICD-10، وده معظم العالم ماشي عليه، وفي دلوقتي الـ ICD-11 النسخة الأحدث. على سبيل المثال مستفيد بيشتكي من أعراض معينة، الأعراض المعينة دي الدكتور كتب لها تشخيص الأقرب إلى هذه الأعراض وطلب فحوصات وتحاليل. السيستم أو النظام المطالبات بيعمل مابينج أو يوافق كل هذه المعلومات وتطلع الموافقة لحظية بدون تدخل بشري. يبقى أنا هنا خدمت المريض في إيه؟ إنه طلعت له الموافقة على الخدمة، فحوصات وتحاليل وصرف أدوية يمكن في خلال ساعتين زمن، ده ما كانش موجود، وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ده اللي احنا بنقول عليه تيسير الخدمة والارتفاع بمستوى الخدمة وجودتها. بس ده لازم يبقى على مستوى قاعدة عريضة ونطاق جغرافي واسع، علشان الناس اللي بيلجأوا للتأمين الحكومي أو التأمين الشامل ما يشعروش إن فيه تفاوت أو عدم تكافؤ في الفرص. دكتور عمر، يمكن بلدان كتير طبعا قبلنا طبقت هذا النظام، عاوزها من حضرتك أنسب التجارب العالمية اللي ممكن تكون مفيدة لينا أو إنها تكون يعني قريبة لمصر. شوف حضرتك، يمكن أحدث تجربة وابتدت في 2018 التجربة الهندية، إن هم خلقوا نظام تأمين شامل للفقراء والمحتاجين، اللي هو المنظومة الحكومية لا تشمله، لا هم تبع قطاع عام أو قطاع خاص. فخلقوا حاجة اسمها أيوشمان بارات بروجرام للفقراء والمحتاجين. التكلفة أو التغطية الطبية فيه أساسية جدا، يعني حد أقصى قليل، وده أحسن مما فيش. بغطي فيه العلاج الدوائي، العلاج الطبيعي، العمليات الجراحية والحالات الحادة والمتقدمة، يعني زي الفشل الكلوي، الفشل الكبدي وخلافه، بس بحدود قليلة جدا عشان أقدر أخدم أكبر عدد. مشكلتهم إيه دلوقتي؟ مشكلتهم في الاستدامة. الاستدامة محتاجة مزيدا من الموارد. نمرة واحد في توفير الموارد إن أنا أخفض النفقات. هنا لما بعمل تكامل مع شركات التأمين الخاصة والمرافق الطبية القطاع الصحي الخاص والتي بي اي، أنا بحصل على تخفيضات، بعمل كوندنسيشن أو تكثيف للوظائف بعيدا عن الحكومة. يعني أنا اللي بتابع المطالبات، أنا اللي بصدر الوثائق، أنا اللي عندي السيستم، وده كله بيرفع عن كاهل الحكومة مصروفات لا حصر لها، بيديها مساحة إن هي تقدم جودة أكتر، تأمن على شريحة أكبر، وخصوصا أنه إحنا الانفجار السكاني بيلتهم كل التنمية الاقتصادية اللي إحنا مرينا بيها يمكن في 20 سنة الأخيرة. الانفجار السكاني تحدي حقيقي ولازم نقف عنده.
دكتور عامر، عاوزين نعرف من حضرتك التأمين المزدوج ايه هو بالظبط، وكمان استرداد نفقات في منظومة التأمين الصحي الشامل. عاوز حضرتك تشرح للجمهور بقى بشكل بسيط. تمام. ايه التأمين المزدوج؟ التأمين المزدوج ان انا يكون ليا بطاقة تأمين حكومي صحي، اللي هي البطاقة الخضراء او الدفتر الاخضر، وفي نفس الوقت انا باخد التغطية الاساسية من الحكومة وبروح أعمل تغطية إضافية أو خلينا نقول تكاملية على التغطية الأساسية. أنا تغطيتي في الحكومة بتقول لي أنت هنغطيك بس في غرفة مزدوجة. طب أنا عايز لما أدخل مستشفى أدخل في غرفة مفردة أو جناح، فباخد تغطية خاصة تلبي لي طلباتي دي. أما باجي أتقدم لإجراء معين محتاج فيه إن أنا أدخل جوه المستشفى، فأنا بدفع وبرجع أسترد نفقاتي من شركة التأمين الخاصة. تمام. أو شركة التأمين هي اللي بتغطي لي نفقاتي في القطاع الخاص اللي أنا أو في الخدمة الأفضل من وجهة نظر المستفيد. هنا أنا بغطي له نفقاته بتكاليف وبأسعار التأمين الحكومي، وبرجع أسترد جزء النفقات دي من التأمين الحكومي بأسعار التأمين الحكومي. أنا هنا كشركة تأمين طبعا كقطاع تأمين حكومي احنا استفدنا بإيه؟ البروسيس كلها، العملية كلها، الصداع، الإجراء نفسه اتشال من على التأمين الحكومي. المستفيد في حالة رضا تام لأنه خد الخدمة اللي هو عايزها. شركة التأمين الخاصة استفادت بالقسط اللي هي بتحصله على التأمين التكميلي، بالإضافة لأن هي بتمول الخدمة بأسعار التأمين الحكومي وبتسترد الجزء من التعويضات اللي هو يخص الخدمة دي من التأمين الحكومي. التأمين الحكومي هنا بيقوم بدور معيد التأمين. فأنا كشركة تأمين عوضت العميل عن الجزء اللي هو اللي ناقص معاه المضاف أو الخدمة التكميلية، وعوضته بحيث بنفقات أقل، وده بينعكس على معدلات الخسائر في الآخر لشركات التأمين. هل ده برضو يعني بالنسبة للأدوية أو الأشعاعات والتحاليل؟ يعني التأمين الحكومي يمكن بيبقى متعاقد مع جهات معينة، لو أنا مثلا عاوز أعمل في جهة أعلى أو في مكان يعني أكتر تكلفة، هل بيغطي لي كمان ده؟ منتجات الشركات الخاصة متعددة، وأعتقد أن هي هتتطور أكتر وتتعدد بصورة أكتر لما يتم إدراجها بصورة واضحة في القانون التأمين الشامل. في ميزة لابد أن احنا نذكرها، أنه شركات التأمين وشركات التي بي اي بما لها من قاعدة عريضة من العملاء بتقدر أن هي تتفق على خدمات مخفضة من خلال القطاع الخاص. يمكن ده مش متوفر دلوقتي للقطاع الحكومي. يعني أنا لو قطاع حكومي وهنزل دلوقتي أتعاقد مع شركات أو مرافق طبية خاصة قطاع صحي الخاص، مش هاخد التخفيضات الحالية اللي بتاخدها شركات التأمين القائمة فعلا، اللي هو ممكن تكون محفظته بتصل لنص مليون أو مليون بطاقة أو مستفيد. فهنا كافة التغطيات اللي موجودة من أدوية وعلاجات متقدمة أو علاجات أساسية دي بيتم الاتفاق عليها في خلال جدول منافع الوثيقة اللي أنا بشتريها من شركة التأمين الخاص. هل ممكن حضرتك تقول لنا أمثلة على التأمين المزدوج؟ يعني أنا مثلا لو يعني هدخل أعمل عملية مثلا زي ده، أنا مش عاوز أدخل مستشفى التأمين الصحي، أنا عاوز أدخل مثلا دار الفؤاد أو أي مستشفى تانية. تمام. فإيه اللي بيتم في الوقت ده؟ حضرتك دلوقتي دفعتي اشتراك للتأمين الصحي، وفي نفس الوقت دفعتي قسط لشركة التأمين. شركة التأمين. طيب التأمين الصحي هيعمل لحضرتك الإجراء
نقول في مستشفى مدينة نصر في التأمين الصحي. لا، أنا عايز أعملها في كليوباترا. فأنا هدخل تحت مظلة التأمين الخاص اللي هو في مستشفى كليوباترا، واللي هتغطيه شركة التأمين الخاص. بعد كده أنا ليا رقم تأميني، وهنا بنتكلم على الداتابيز أو قاعدة بيانات العملاء. أنا ليا رقم تأميني وأنا مشترك أصلا في التأمين. هنا بترجع شركة التأمين بالجزء اللي هو خاص من التعويضات للتأمين الحكومي ليتم استرداده، جزء من التعويضات طبقا للحدود والشروط اللي احنا متفقين عليها. فانا القاعدة التأمينية بتقول ايه؟ ان ما يحصلش ازدواج في المنافع. انا في تأمين مزدوج بس ما يحصلش ازدواج في المنافع. بمعنى انا لو جراحة معينة تكلفتها 10,000، ما ينفعش أنا كمؤمن عليه أروح أخد أستفيد ب10,000 من التأمين الخاص و10,000 من التأمين الحكومي. لازم إجمالي التعويض يكون واحد. فهنا بيتحمل القطاع الخاص جزء وبيسترد جزء من التأمين الحكومي، وده اللي بينعكس إيجابيا على معدلات الخسائر عنده. دكتور عامر، عايزين نتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل، إزاي بتستفيد من الشبكة الطبية لشركات التأمين؟ طبعا زي ما قلنا لحضرتك أنه الشبكة الطبية في شركات التأمين أوسع بكتير من الشبكة الطبية الموجودة دلوقتي للتأمين الصحي. فأنا بستفيد إزاي؟ بستفيد من المساحة الجغرافية المترامية لشبكات التأمين الخاصة، للشركات التأمين الخاصة أو للتي بي اي. يعني أنا بتكلم في شركة ثروة دلوقتي الشبكة مقدمي الخدمة فيها وصلوا حوالي 5,000 مقدم خدمة على جميع أنواعهم من راس التين لحد أسوان ومن الشرق إلى الغرب، واخد بال حضرتك. هنا بسهل الوصول إلى الخدمة، لأنه ملوش معنى إن أنا يبقى عندي كارت تأمين أو دفتر تأمين صحي ومش لاقي مرفق قريب مني يقدم لي الخدمة. يبقى نمرة واحد بنسهل التأمين وبنحسن خبرة المستفيد في إنه يحصل على خدمة التأمين الصحي. بيحصل عليها إزاي؟ من خلال نظام إلكتروني قوي جدا، زي ما بقول لحضرتك بيقدر يوصل للمستشفى او يحجز عن طريق التليفون الواتساب، وبتوصل له رسائل SMS. ده كمان التي بي اي مظاهر التطوير عندهم وصلت للموبايل ابليكيشن، يعني تقدري حضرتك وانت قاعده في البيت تطلبي انه يجي لك المعمل عشان يسحب العينات بناء على الموافقة اللي موجودة على السيستم. الموافقة دي بتبقى موجودة عند حضرتك وموجودة عند مقدم الخدمة تقريبا في نفس الوقت. فاحنا بنتكلم عن سهولة وصول الخدمة، الوصول للخدمة، خبرة جيدة جدا، والعميل بيوصل لمراحل من الرضا عن الخدمة عالية، وفي نفس الوقت أسعار مخفضة. دكتور عامر، عاوزين نعرف من حضرتك، هل التأمين الصحي أو التأمين الحكومي محتاج لتعديل تشريعي أو قرار حكومي لتحديد دور القطاع الخاص في المنظومة؟ شوف حضرتك، هو احنا كشركات تأمين محتاجين مزيد من التشريعات. احنا كشركات تأمين بنعمل دلوقتي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتحت توجيه اتحاد التأمين المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية عاملة لنا زي سلوكيات لسوق التأمين، الكود اوف كوندكت، ومعايير محددة. لكن بالتأكيد مع دمج القطاع الخاص في التأمين أو القطاع الخاص الصحي مع التأمين الحكومي الشامل، لابد من وجود زي تشريعات جديدة على الأقل تحدد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف. لا مانع من وجود تشريعات رقابية جديدة عشان أضمن سهولة واستمرارية
استدامة المشروع بشكل يخدم أهداف المنظومة، المنظومة التأمين الحكومي الشامل، التأمين الصحي الشامل، اللي هي زي ما قلنا الجودة والعدالة في الوصول للخدمة وتقليل النفقات على المحتاجين. دكتور عامر، هل حضرتك شايف ان محتاجين او ايه هي بالظبط الحوافز اللي محتاجها قطاع التأمين للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل؟ والله حضرتك هي حوافز هنكتسبها بالقصور الذاتي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو خدت نصيب في منظومة التأمين الشامل من الحكومة، فانا كشركة تأمين، كشركة ثروة للتأمين، أنا بضمن اكتساب أسواق جديدة، أنا بضمن شريحة جديدة من العملاء ما كانوش موجودين عندي، بضطر إن أنا أحسن وأطور في المنتجات التأمين الطبي اللي عندي علشان أكمل مشوار التأمين الصحي الشامل. ده بينعكس في إيه؟ بينعكس في إنه مزيدا من الإقساط، بينعكس في انه اذا خدمت مع التأمين الصحي الشامل طبقا للمعايير والمواصفات اللي محدداها الدولة، فانا بكتسب سمعة جيدة، لانه اي شركة تأمين بتبحث عن اسواق جديدة، اقساط جديدة، وعملاء جداد، وارباح. وده كله اعتقد انه هيجي سواء على المدى القصير او المدى الطويل لاي شركة تأمين تشترك مع منظومة التأمين الصحي الشامل. أنا بشكر حضرتك يا دكتور عامر، وطبعا ثروة للتأمين محقق يمكن يعني تقدم كبير جدا، ونموذج يمكن فعال جدا في التكنولوجيا خاصة، ويمكن منذ بدايتكم وانتوا يعني التكنولوجيا بالنسبة لكم عامل أساسي في التواصل مع العملاء. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم على متابعتكم لبرنامجنا، وإن شاء الله زي ما احنا كل سبت الساعة 8 خليكم تابعينا، ويا رب نكون بنقول لكم معلومات مفيدة. شكرا جزيلا لحضراتكم، كنت معكم شيماء موسى.